يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك قاعدة وهي الضرورات تبيح المحظورات، فهل يؤخذ من هذا جواز فك السحر بسحر مثله إذا كان مضطرا إليه؟ يا أخي ما هو بضرورة هذا، احنا أدوان غير السحر، الله جل وعلا لم يجعل علاجنا فيما حرم علينا، هذا علاج. وأما أكل الميتة فهو إنقاذ للحياة، فرق بين العلاج وبين الأكل. الأكل تتوقف الحياة عليه، ما هنا غيره، ما عنده غيرها الميتة واللي بيموت. أما العلاج الحمد لله أنواع العلاج كثيرة، وأعظمها القرآن والرقية الشرعية، هناك أدوية مباحة تستعمل في فك السحر، وأعظم علاج هو القرآن وتلاوة القرآن والرقية الشرعية. فالله لم يحوجنا إلى السحر، والسحر كفر، وهل الإنسان يعالج بالكفر؟ ما يجوز هذا. نعم.